السلام عليكم، اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه شرف لي ان اخويا صفوان يكون معايا. الله يحفظك اخويا، الله يشرف لي انا خير. غادي ندير واحد لونترينمون زوين اللي غادي ندفع الكل ان شاء الله، اللي هي بالفوطه. الشميشه هي جات الفوطه، مزيان اللي جات الشميشه بالفوطه ان شاء الله. غادي ندير واحد ورك اوت واعر. انا كنت كنديرو صراحه فاش كنسافر مثلا، كنكون في شي اوتيل اولا في شي بلاصه ما فيهاش لاصال، كتبان لي فوطه كنخدم بها، ولكن راه كنطلع بها بامب واعر. اول حركه اللي هي مهمه بزاف، ولكن في الاول كيخصنا نسخنو. سخنا مزيان، حركه ديال ديدليفت. كيما كنعرفوا حركه ديدليفت كتخدم بزاف لي ميسك. غندير فوطه تحت من رجليه، غنحاول ما امكن نخلي غير واحد الشويه فين يعني نقدر نقاد فيها ظهري. اوكي، كنشد الطريقه ديال ديدليفت، كنورك على الارض مزيان، كنحسب 1 2 كنحس بحال كنتخيل بحال غنهز الفوطه 1 2 3 10 سكند كنعطي داكشي اللي عندك، كترتاح عاوتاني 20 ثانيه. الاكسرسيس الثاني اللي تقدر تخدمه حتى هو في الدار، تشيس لي بومب، ولكن تخدم ايزومتري. كتنعس على صدرك، كتحاول دوز الفوطه مورا ظهرك وتورك على، تخلي شويه ديال الاتساع فين تقدر تدفع الفوق، تدفع غير شويه. 3 2 ادفع مزيان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وكترتاح. كديرها 5 سيريات، 10 ثواني اون و10 20 ثانيه اوف. مزيان اللي كيحس براسو ضعيف سواء في اي بوزيسيون يخدم الايزومتريك، يدفع بلا فورس اللي عنده. ريدي لاست وان 3 2 واو. فكما شفتوا الدراري، حاولنا ما امكن نخدموا 5 سيريات، وزدت ليه وحده وانا زدت وحده. علاش؟ باش نوريكم لي ميسكل كيفاش كيخدموا، حتى الطريقه بالضبط قريبه، حيت ما كاينش اللي صورنا بطبيعه الحال، فكنديروا مجهودنا. هذه الخدمه غادي تكون ثالثه ان شاء الله. كنحاول ما امكن نوريكم التمارين الاساسيه اللي بزاف الناس كيحتاجوها، حيت فاش غتكون في الدار فوطه ما غاتبقاش تقلب على لي ديتاي، قلب على لي ميسكل كبار ولي ميسكل صغار اللي انت كتبغيهم. بيسبس تريسبس تشيست الباك. دابا غندوزو الحركه ديال الباك ان شاء الله. شفتوا هذيك البوزيسيون كتجبد لي زارتي هنايا، غنديروها هنايا بهاد الفوطه. حاول ما امكن نهبط شويه لتحت، كنجد الفوطه. الا كانت فوطه طويله مزيان، الا كانت قصيره كنحاول نهبط عندها فين نخلي الكود يطلع شويه هنا. اوكي 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كترتاح. اوكي، 5 المرات، 10 ثواني اون، 20 ثانية. رقم 4 بحال سبليت سكوات، باش كتكون هاز البوا هنايا وكتطلع به وكتوقف هنايا الفوطه. كنعفط على الفوطه، كنحاول ما امكن نخلي غير شويه ديال سباس فين نقدر نهز رجلي غير شويه، ما نخليش سباس كبير فين نوقف هنا، لا كنخلي شويه ديال سباس فين نقدر نوقف غير شويه نهز رجلي. ركبتي من الارض 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كتسالي من رجل، كدير نيشان رجل اخرى 1 2 5 6 7
8 9 اوف وي وي هذه قاسحه المهم دراري هذا البروغرام راه يمكن تشوفوا سهل ما اقسم بالله العلي العظيم الا فيه تماره ديال الصح الدليل ها هو يعني فريمون كتعيا ديال الصح الا عرفتي كيفاش تخدمو راه فريمون غادي يعطيك لا فورس بزاف ولكن خصك كيفاش غنسميوها كيخصك تطيح على النقطه اللي كتكون فيها تماره بزاف ما تخدمش في شي بوزيسيون انت مرتاح قلب على النقطه اللي فيها تماره بزاف هذيك البلاصه ورك عليها مزيان غادي تحس بالخدمه والدليل ها هو خوتي راه تمارة صراحة لونطريم واعر كيحسيتي في الاول كتبتي حاجة لا في الاول صعب ليا داكشي ساهل ولا مي كتجرب صعيب والله لا صعيب الدراري تقريبا دزنا على الصدر دزنا على الرجلين دزنا على الظهر دابا بقى لينا كتاف كتاف الدراري إذا عندك غير فوطة وحدة تقدر تخدم بها بحال هكا غنخدمو كتاف كتشدها الجنب كتحاول إذا كانت كتوصل يعني الفوطة حتى لهنا مزيانة علينا أوكي كنحاول نشدها من الطرف الآخر كنحاول ندير كنشدها هنا جنب اوكي يا اما كتخلي يدك هنا اش كدير كتحاول تخيل بانك غدير البول فوق اوكي ولكن دابا غنتارغيتي القدام والوسط واللور شوف كيفاش خليك انت تما شوف كنحاول انني نبغي نهز وفي نفس الوقت وانا هاز كندور القدام كنعاود ندور اللور ولكن ديما الريزيستنس كاينه ديما كنهز ديما هز ديما هز خمسة ديال الطورات حاول تكمل ثلاثة كتسالي من هاد الجهة كدوز للجهة أخرى نفس الطريقة حتى هي دابا كتبغي تهز واحد النقطة الدراري هاد الكود هذا ما يكونش لتحت فاش تبغي نهز يكون مهزوز الفوق يديا بحال هكا ما تكونش هكا اوكي 3 خليك 3 2 1 1 2 3 4 5 وإلا كان عندك جوج فوطات مزيانة نفس الطريقة كنحاول نشد العبار يكون نفس العبار عندي هنا نفس الطريقة كندفع بجوج كنلاقيهم قدام كنبقى ديما كنهز الفوق وكنلاقيهم اللور أنا كتجيني جوج فوطات زوينة علاش حيت فاش كترجع اللور كتسكويزي مزيان اللور شوف كيفاش هيا هاز شوف فاش غنرجع اللور كي كدير كتافي قدام نعاود نرجع اللور واو فريمون والله تقاس حد الدراري مي كيما قلت لكم حاول تعرف شنو كتخدم ماشي انت باغي تخدم كتاف كتحس بليزارد ولا كتحس برجليك ولا يعني هاد الخدمة انا كنشوفها ماشي ديال لي ديبيتون هاد الخدمة كنشوفها ديال الدراري اللي كيخدموا لا ميسكيلاسيون مزيان وكيعرف يكونيكتي الدماغ مع الميسكل هذاك هو اللي غادي ياخذ البينيفيت ديال هاد ليكزيرسيس هاد او ديال هاد الميثود اوكي خدمه واحده اخرى ديال الظهر كيدخل فيها الظهر كامل يعني من هنا من الفوق حتى اللو اللي تحت ديال ظهرك شوف كيفاش الفوطة كنحاول نخليها بحال هكا وفاش كنشد كنشدها مسرحة على قياس كتافي ما نشدهاش من هنا وما نشدهاش من هنا بزاف يعني كنسرح كتافي بحال هكا كنشدها هكا اش كندير كنحاول نهز راسي ونهز هنا اش كندير كنحاول ندفع بحال غندفع يدي على برا الوقت اللي انا كندفع كنزر ليكود اللو حتى لصدري واو كنعاود نرجع بشويه اوه كنبقى ديما دافع على برا
الفوق. ها last one. هذه غتكون اصعب خدمه خدمتها في حياتك. يلا سير قد على برا على برا انت كترجع لي كل. ما نساوش البيسات حتى هي كاينه الخدمه ديالها. كنزل اش كندير؟ كنشد العبار ديال 90 درجه. اوكي 90 درجه كندير ظهري كيدفع اللور والفوطه كتزر تحت. اوكي شنو ندير هكا؟ وان انا بغيت شويه كان اكتيفي البيسيبس وكنحاول بحال باغي نرجع ظهري لور. وان تو خمسه سته سبعه ثمانيه كترتاح 20 ثانيه وتعاود. اوكي الطريقه كيفاش قلت لكم؟ ظهري كيبغي يرجع الفوق والفوطه حابساني ويدي حتى هي كنبغي نهز الفوق. الو غتكون الفوطه هي اللي كتعكس الحركه ديالي. 3 2 1 اوكي دراري عضله الاخرى اللي نقدروا نخدموا فيها الفوطه تريسبس. كاينين بزاف ديال التمارين ماشي هذه العضله الاخرى بزاف ديال التمارين غير يعني عطيناكم غير كيما قلت العضلات الاساسيه. اوكي عندنا هنايا كنخلي الفوطه شويه طويله اش كندير؟ كنهبط في كتفي ويديا هذه كتسرح هنا. راه واخا تسرح هنا ماشي مشكل، المهم عندك هو كتحس براسك بحال غدي الفوطه لهي واكيد الفوطه كتعكسك. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حتى هي نفسي 10 ثواني عطيه الماكسيموم اللي عندك وارتاح 20 ثانيه او لا سالي من هذه ودوز الاخرى وارتاح 20 ثانيه. اللي عنده هذا الماتريال تي ار اكس ريزيستنت باند راه فعلا كيعطيو حتى هما بامب واعر وتقدر تخرج بهم خدمه واعره. شو هذا لونطريما كنترينيت انا وسهيل البارح صراحه لونطريما واعره. خليكم مع لونطريما. المهم الدراري كما شفتوا قدرنا اننا نديروا سيونس واعره غير بالفوطه، حتى نتوما تقدروا ديروا هذا الشيء علاش بارطاجينا معكم هذا الشيء. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الطريقه ديال التدريب، راه فعلا عندها نتيجه ديالها. النتيجه ديالها شنو هي؟ كتعطيك سترينت، ولا عندك شي اصابه في شي في شي في شي بارتي في لو كور ديالك راه كتشافى بهذه الطريقه. هذه الطريقه راه كيديروها الناس ديال الثيرابي حيتاش كيخدموا بها وكتعطي مفعول للناس اللي عندهم اصابات. هذا الشيء اللي كاين. شكرا اخويا صفوان، الله يحفظك اخويا، شكرا بزاف ليك اخويا على الاستضافه، استضافه في البرنامج ديالك. دابا غادي نسالي ونضربوا واحد الوجيبه. شوف داكشي نوريهم البلاد. لا لا بلاش. المهم تهلاو في ريوتكم وما تنساوش تريني في دارك. وكما كتعرفوا حنا المغاربه عزيز علينا الكرم والجود، وبحكم حنا دي زاتليت الماكله كيخصها تكون هيلثي. المدام تبارك الله طيبت لنا واحد الوجيبه
سفوني راه ما تسوق ليا برك ياكل وانا كنصوب السي ديال الدار ديال مارش ميشا دابا علاش قلتي لهم بغيتي نمشيو ديرها ها المهم نوريكم الطريقه ان شاء الله ماشي الطريقه نوريكم غير شنو صوبات لنا المدام وفي فيديو اخر ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه هي بحال كي اف سي غير هو هيلتي اخويا سي بنين صحه وراحه اخويا الله يخلف عليك السي ميسا الله يخلف على المدام الله يخلف عليكم صحه وراحه وما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في ريوسكم وتريني في دارك تسناو الفيديو الجديد ان شاء الله غيكون كي اف سي ديال الدار هيلتي السلام عليكم